مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. لقاؤنا هذا من مدينة برشيد التي تشهد فوضى شاملة في جل الأزقة والشوارع في غياب المسؤولين. برشيد، وما أدرك ما مدينة برشيد؟ عاصمة الشاوية توجد جانب المطار الدولي محمد الخامس ولا تبعد عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الكبرى. معبر للطريق السيار في كل الاتجاهات بالمملكة، هي أكبر قبيلة بخيراتها الفلاحية والصناعية. اليوم مدينة برشيد تنادي لمن يقوم بالسهر على تدبير شؤونها لما أصابها في غياب المسؤولين، وهي مدينة تمثل عمالة لإقليم اسمه قبيلة لذحريز. وما أدرك ما لذحريز؟ بلاد الخيرات كما تغنى بها في العيطة التراثية والأغنية الشعبية للنغمة الحريزية من رواد الفن الزمن الذهبي، وأنجبت أبطال في كل المجالات الفكرية الثقافية والرياضية مع رجال المقاومة لتحرير البلاد على سبيل الذكر الجنرال المرحوم الكتاني رحمة الله عليه. مدينة بمنطقة الشاوية شهدت أول عملية فلاحية التي عطى انطلاقتها محرر البلاد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه، كما كان يزورها مرارا وتكرارا في ضيافة للقائد الحريزي الباشا برشيد التي تسمى باسمه المدينة، الذي وافته المنية بحضور انقلاب الصخيرات دليل لأولوية والأهمية للمنطقة من الملك المغفور له الحسن الثاني رحمه الله. رغم الإعجاب والعز للمنطقة، ها هي اليوم تشهد الفوضى والخنز في غياب من يدير حالها بعد إغلاق السوق الكبير الأسبوعي اليوم الاثنين وإخلائه وإغلاقه ما يصف به كسوق أسبوعي تقضى به عدة حاجيات القبيلة منها القروية والحضرية، بدلا من سوق أسبوعي كما هو سائر في ربوع المملكة بمختلف جهاتها. اليوم السوق الأسبوعي ببرشيد على شكل منطقة صناعية بعد إخلائه كسوق أسبوعي، احتج المتضررون وقيامهم بعدة وقفات احتجاجية لوجود البديل كحل شامل بعد الإغلاق. كل الأبواب أغلقت في وجوههم ولا حل يفترض من المسؤولين للحرص على سلامة الساكنة حتى لا تعم الفوضى والتهميش وخلق الفتن بالمدينة. هذا هو الذي حدث تشهده المدينة حاليا من فوضى عارمة واحتلال للشوارع والأزقة بالملك العام لتكون مساحات تجارة وخلق الفوضى وعدم التسيير أينما رحلت وارتحلت في تجول بالمدينة. هناك عرقلة سير التي يصعب عليك باستعمال حافلة أو سيارة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إعادة بناية المعلمة للمدينة هي التي تعرف بالقيصارية، تم بناؤها بهيكل جديد بعد هدمها سابقا من الذين توفدوا على تسيير المدينة. عودة بناية القيصارية الحديثة بمبالغ مالية هامة اليوم تشهد عدم استغلالها، لا زالت مغلقة وهي شامخة بجوارها، ما تدلنا عليه صور للحالة والوضع الحالي القروي بقلب المدينة دون مراقب ولا محاسب أو مدبر لحل اللغز. في هذا الخطاب وللغيرة مع الاحتفاظ على جمالية المدينة وجعل الحوار ثم الحوار بين المسؤولين والساكنة بممثليها لوضع نهاية للمازلة وجعل الحلول المستعجلة تفاديا لما أصبح عليه الوضع الحالي مع الاستعجال لحل المشكلة السوق الأسبوعي، ولا جعل الأزقة والشوارع بالمدينة كسوقا يوميا بدلا من أسبوعيا هي نقطة سوداء.